ايه ده يا هما؟ هو انت خارج ولا ايه ده؟ انا وضبت الغدا. معلش يا حبيبتي، مشوار صغير وراجع كده برضه. وهو في راجل بيخرج في شهر العسل؟ يعني هات ماما تعبانه ولازم اطمن عليها. يا لهوي، الف سلامه عليها. بقى ماما تبقى تعبانه وهتروح لوحدك؟ استنى انا جايه معاك. ما ينفعش. هو ايه ده اللي ما ينفعش؟ ليه بقى؟ عشان ما قلت لهمش ان احنا اتجوزنا. مش هينفع اخدك تحت باطي كده واقول لهم دي مراتي. اخس عليك يا هيمه. بقى ماما حبيبه قلبي تبقى تعبانه وانا ما اجيش برضه اعمل الواجب؟ يعني هات يا حبيبتي، الظرف مش مناسب. قلت لي بقى ابراهيم، ده انت شكلك مستعر مني ومكسوف تدخل على اهلك بيا. ده انا مراتك على سنه الله ورسول. ما تسمعي الكلام بقى وتريحيني. انت هتلبسي في ساعه وانا مستعجل. والنبي يا ابراهيم اديني فرصه بس اثبت لك اني بحبك وبحب اللي من ريحتك. دقيقه واحده هلبس واجي معاك. دقيقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الف حمد لله على سلامتك يا ست الكل. كده برضو تقلقين عليك يا ماما. انا فين؟ انت في اوضتك في بيتك. وانت مين؟ انا عنايات، مرات ابراهيم. يعني انت هتباتي هنا؟ ايوه طبعا، ما انا لازم اقعد مع ماما. انت عايز نمشي واسيبها وهي تعبانه كده؟ ما يصحش. طب انا هخرج اتمشى شويه، ولو عايزه تيجي كلميني في التليفون هاجي اخدك. حاضر. ماما عم زكي بره عايز يخش يسلم عليكي. روحي قولوا لي نايمه، الراجل ده انا ما ببلعوش. خليه يتفضل يا حوري. حاضر. بقول لك ايه، لو حصل حاجه كلميني في التليفون، ما تسيبنيش على عماية. يا سيدي ان شاء الله ما فيش حاجه هتحصل. ماما كويسه زي الفل. انا معاها. السلام عليكم. ازيك يا ابراهيم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا جليله؟ شد حيلك، انت كبرتي بقى ولا ايه؟ الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا. الحمد لله، الف سلامه ليك. نبي اختي قولي لحوريه تعمل فنجان قهوه لعمك زكي. من عينيا يا ماما. مين دي يا جليله؟ مرات ابراهيم. هو ابراهيم اتجوز؟ صحيت من النوم لقيته متجوز. الله اكبر. الله، ايه اللي جابك هنا يا برنس؟ يا نهار اسود، امشي دلوقتي لحد يشوف. ما بترديش على التليفون ليه؟ هاتي السفرة دي المصلحة لوحدك يا بت. لو النعمة، امشي بس وهفهمك بعدين. شكلك وصلت يا عنايات وبتقنطريني، عايز اشوفك. حاضر، روح انت عند عواطف وانا هجيلك على هناك. وحياة امك لو ما جيتي لاعرف شغل معاك يا عنايات. انت عايز مننا ايه تاني؟ عايز تخلص على ماما؟ دكتور عايز اقول لك الست اللي قابلناها طلعت كدابه. انت اللي كداب. انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه. ماما تعبت بسببك، ولو ما مشيتش دلوقتي حالا هطلب لك البوليس. طب بس خلاص، نتكلم وقت تاني. انا مش عايز اكلمك يا اخي، مش عايز اكلمك. امشي بقى. بس يا حوريه اهدي يا اختي. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده كله؟ ده انا بقول عليك يا هادي، ايه العصبيه دي؟ وبعدين ما احنا خلاص قفلنا الباب في وشه. مش عايزه اشوفه تاني ولا اسمع صوته. انا خلاص تعبت تعبت. معلش هدي نفسك كده وصلي على النبي. يعني كلفت الواد واتجوزتيه؟ عيب عليك، ده انا عنايات وحياتك ما خد في ايدي غلوه. عارفك كويس يا عنايات، وعارف كمان تقدري على ايه. المهم نتحاسب. لسه وقت الحساب ما جاش اوان. نعم يا روح امك، الظاهر انت اللي ما تعرفيش انا اقدر على ايه. انت متعلقه معاه على شعرايا، يعني اعرف اطارك في اي لحظه. جرى ايه يا برنس؟ هو انت يا اخويا تطبخ الطبخه وتكلفها، وقبل ما تاكلها هتحط على تراب؟ ما دام عايزه تاكليها لوحدك يا اختي. مش لما بامسك في ايدي حاجه. انا لسه بفرش يا برنس، وبعدين الواد قلقان وحاسس ان كل الناس اللي حواليه طمعانه فيه. لازم يطمن لي الاول. شكلك بتعممين يا عنايات، والعمة كبسه على عينيا. معاش ولا كان اللي يعممك يا برنس، ده انت المعلم. يعني امتى يا اختي؟ بكتير شهر وفلوسه كلها تبقى في ايدي. بس في خلال الشهر ده مش هينفع اشوف وشك خالص، ما تبوظليش الشغلانه. كفايه اللي انت عملته في البيت امه. هو صحيح الحاج جليله تعبانه؟ ايوه تعبان. جرى ايه؟ هي الوليه صعبت عليك؟ صعبت عليا يا اخويا. ما يصعبش عليك غالي. بقول لك ايه، انا هاخد هدومي واتكل على الله، وزي ما اتفقنا تديني شهر. مهم تردي على التليفون. هرد، والاخبار هتوصلك اول باول. تعالي بس خدي يعني. طب ما تجري تروح ليه؟ قول لهم يا سيدي تعملها غلط. زنقتك. زنقتني. هروح منك فين؟ انت وحشتيني قوي على فكره. كان لازم يعني تروحي لماما. خلاص مش هبات بره تاني. اوعى بقى. طب انت هتقعدي هنا؟
قومي بينا نخش جوه. لا استنى بس، عايزاك في موضوع. بخصوص ماما؟ لا حاجة بخصوص أنا وأنت. ابتدينا. هو إيه ده اللي ابتدينا؟ هو أنت هتخوفني منك ولا إيه؟ بذمتك ده منظر واحد يخوف. قولي يا ستي عايزة إيه؟ إن شاء الله ربنا ما يحرمني منك. بص بقى هيما، بصراحة كده أنا عايزة أمشي من الشقة دي. ليه؟ دي شقة كويسة وفي مكان شيك. ماشي أنا ما قلتش حاجة، بس أنا ما عنديش استعداد بقى ألاقي الباب بيخبط، أفتح ألاقي واحدة من إياهم من بتوع زمان. الشقة دي بتاعتي يا عنات، أنا مشتريها تمليك. هو أنا بقول لك بيعها، خليها يا أخويا للزمن، بس أنا بقى عايزة أمشي من هنا. يا بنت الحلال أنا ما صدقت ألاقي مكان بتاعي، أنت كده هتبوظي لي الدنيا. ولا هبوظها ولا حاجة، سيب لي أنت كده نفسك واسمع كلامي وكل حاجة هتبقى تمام. طب هنروح فين بس؟ القرش صياد، وأنت يا هيما معاك فلوس كتير، اتصرف بقى. تصدق أنا نطت في دماغي حتة فكرة. إيه؟ هنعيش في فيلا. فيلا؟ يلا بينا على جوه. طب مش لما أقولك هي فين؟ لا مدام فيلا يبقى جوه بقى. على مهلك. يا لهوي، انا كده بقى اتاكدت ان انت بتحبني بجد. انا كنت عارف انها هتعجبك. ربنا يخليك ليا، ان شاء الله ما تحرمش منك ومن مجايبك الحلوه يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه ده يا ابراهيم؟ دي كمان فيها بسين. اسمه حمام سباحة، هو عيب ولا ايه؟ لا مش عيب، بس دي كده تبقى غالية قوي. واحنا هنشتريها، احنا مأجرينها كام يوم نعيش فيها. يا مصيبتي يا ابراهيم، هو انت يا اخويا القرشين اللي معاك هتبعزقهم وبعد كده نقعد يا مولاي كما خلقتني؟ ده خد من التل يختل. انت عارفة بنت عنون؟ زمان كنت فاكر المليون جنيه دي حاجة كبيرة قوي، اكتشفت ان هي ما تكملش تمن شقة. انا امي علمتني ان الفلوس دي زي الحمام، لو رعيتها وخليت بالك منها تفقس وتزيد، لكن لو تهملها على طول تطير وتروح منك. طب ما تسيبك من موضوع الحمام ده وتيجي ناخد غطس. ماشي يلا يا عنو. امسح المرايه من جوه. منعاني يا باسا. ايه الحلاوه والشياكه دي كلها؟ عايز ايه يا عم؟ نظر ايدك ما تحسسش عليها. بالراحة يا عم، يعني كانت عربيتك؟ عربيتي؟ مش عربية جوز اخوتي؟ تبقى عربيتي. طيب يا عم اللي اعطاك يعطينا. هبقى اكلمهولك. يلا زق عجلة. خلص خلص. ايوه خد يا اخويا. ايه اللي بتهببه ده؟ ايه بمسح؟ مش عربية جوز اخوتي لازم تبقى نظيفة؟ وهي عربية جوز اختك هتمسحها قدام الحارة كلها يا موقوس؟ مش عارف تبقى بيه؟ فتخرب. لا مؤاخذة يا حياتي، اتأخرت عليك؟ اتأخرت قوي يا عنايات، أنا زهقت. الله، طب مش انا قلت لك تعالى فوق ان شاء الله تتسطح لك ساعه بالمليم ما حكيتش ننزل سوا؟ اتسطح وسيزلطه ده كمان هيجي معانا؟ في ايه بقى، احنا مش اتفقنا؟ انا ما كنتش فاكره كده، ده راح في داهيه. كده ازاي يعني؟ حلو. على فكره بكره تتعود عليه، ده دمه خفيف وزي العسل. هو النبي والنبي خد معاك. طيب خلاص اركب. يلا 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 اطلع يا طلع. اسكنجريه اسكنجريه، ابوك يا حاره.